بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام ونسوق المجرمين
ثم يمسهم
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.